السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار النهارده ان شاء الله هنصور اتربوكه المسلز. هنمشي زي ما احنا متعودين على الكلاسيفيكيشن، بعد كده هنمشي تبع البلان سواء اوريجين انسرشن اكشن على حسب كل جروب. هناخد جروبات المسلز بتاعت الابر لم من اول شولدر، بعد كده مسلز اوف ابر ارم سواء انتيرو جروب او بوستيرو جروب، بعد كده مسلز اوف فور ارم سواء انتيرو جروب او بوستيرو جروب، بعد كده هننهي بمسلز هاند بالجروبات بتاعتها. اول جروب معانا هي جروب ماسلز اوف شولدر جيردل. ماسلز شولدر جيردل هي عضلات الكتف، هنقسمها كلاسيفيكيشن زي ما احنا متعودين. بالنسبه للكلاسيفيكيشن بتاعت الجروب ده، في سوبرفيشال لير ودي بتتضمن دلتويد ماسل اللي هي عضله الكتف بس. بعد كده عندنا في ديب لير. الديب لير في موجود منها على البوستيرو سيرفيس تاليس كابلا وعلى الانتيرو سيرفيس تاليس كابلا. بالنسبه للماسلز اللي في البوستيرو سيرفيس تاليس كابلا عندنا سوبرا سبيناتوس ماسل، انفرا سبيناتوس ماسل، تيريس مينور وتيريس ميجور، هنقولهم بالتفصيل واحده واحده. بالنسبه للماسلز الديب في الانتيرو سيرفيس بتاع الاسكابلا عندنا ماسل واحده بس اسمها سب سكابولار ماسل. تمام، اول جروب معانا او اول عضله معانا في السوبرفيشال جروب هي الدلتويد ماسل. هي دي الدلتويد ماسل، عضله الكتف هي كده بالظبط اهي. بالنسبه لاي ماسل معانا ليها ثلاثه حاجات هنتكلم فيهم: اوريجين، انسرشن، اكشن. بالنسبه للاوريجين بتاع الدلتويد ماسل فهي بتبدا من لاترال 1/3. لاترال 1/3 ده اسمه ليها ثلاث بارتات: كلافيكولار بارت واسكابولار بارت واكروميال بارت. بالنسبه للكلافيكولار بارت فهي بتبدا من اللاترال 1/3 اوف ذا كلافيكل. الاسكابولار بارت بتبدا من عند لاترال 1/3 of superior surface of the scapula والacromial part من عند الacromial. فدول الثلاثه هيد اللي هم اسمهم anterior head, middle head وposterior head. بالنسبه للانسرشن بتاعها بتنزل تحت، تمسك فين؟ في الدلتويد تيبيروستي اوف هيومرس. تمام، عن كده بعد كده هنتكلم عن الاكشن بتاع العضله دي. كل بارت منهم بيعمل اكشن. بالنسبه للانتيريور بارت او الكلافيكولار بارت فهي بتعمل فليكشن للارم والفور ارم اللي هو اكنك بنعمل كده، وبرونيشن نضمها لجوه. ده بالنسبه للكلافيكولار بارت. اما بالنسبه للاكروميال بارت اللي هو الميدل بارت بيعمل ابدكشن للهيومرس كده، ابدكشن لبره. تمام، اخر بارت معانا اللي هو السكابولار بارت من ورا، ده بيعمل اكستنشن وبيعمل لاترال روتيشن. اكستنشن يعني نرجع لورا بايدينا كده، اكننا كلمة كونتراكشن ان احنا نقصر السايز بتاع العضلة. فانا الدلتويد بارت مجرد ما عملت اكستنشن الدلتويد بارت السكابولار بارت بتاع الدلتويد مسل صغر في حجمه، فعمل كونتراكشن، وده اللي هو الاكستنشن اوف ارم كاملة. يا اما بيعمل لاترال روتيشن، لما اجي اعمل لاترال روتيشن كده لبره كده اهي برضو بتصغر السايز بتاعها وبيديني الاكشن بتاع العضلة دي. تاني عضلة، تاني جروب معانا هو الديب اتاتش تو ذا انتيريور بوردر اوف ذا سكابولا، ودي عندنا عضلة واحدة بس اسمها السب سكابولار ماسل. السب سكابولار ماسل طبيعيا المفروض نجيبها من هنا، هي ديب شوية، بتكون على انتوا عارفين السكابولا فيها انتيريور سيرفيس وفيها بوستيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس فيه فوسة اسمها السب سكابولار فوسة، فهي الفوسة دي اللي بتقعد عليها او بتريح عليها الماسل دي. فاحنا ممكن نجيبها من هنا، بس انا مش هعرف اجيبها لكم من هنا قوي، فهجيبها لكم من البوستيريور سيرفيس من هنا كده. ده كده اللاترال بوردر بتاع مين؟ بتاع السكابولا. هي بتكون قدامها بالظبط، فهي دي العضله، هي دي السب سكابولار ماسل. الاوريجن بتاعها بيكون في السب سكابولار فوسه، مالي السب سكابولار فوسه كلها، والفايبرز بتاعتها بالدايركت لاترالي لحد ما تروح تمسك في الليسر تروكانتر بتاع مين؟ بتاعت الهيومرس هنا. تمام، بالنسبه للاكشن بتاع العضله دي بتساعد في الادكشن بتاع الارم اللي هو الارم اهي، فهي بتحاول تدخل ارم جوه الادكشن بتاع الارم. ده بالنسبه للاكشن بتاع السب سكابولار ماسل. اخر جروب معانا من المسلز بتاعه الاتاتش تو ذا شولدر جيردل اسمها ديب اتاتش تو ذا بوستيرو سيرفيس اوف ذا سكابولا. احنا عارفين ان في السكابولا في سباين هنا بيقسم البوستيرو سيرفيس بتاع السكابولا لاثنين فوسه: سوبرا سباينس فوسه وانفرا سباينس فوسه. فعندنا اربع مسلزات هنا، اربع مسلز هنا. اول مسل معانا اسمها سوبرا سبيناتوس مسل، موجوده على السوبيريور بوردر، موجوده في السوبرا سباينس فوسه. تاني مسل معانا اسمها انفرا سباينس فوسه او انفرا سبيناتوس مسل،
infraspinatus muscle موجودة عند الماليا الانفرا سباينوس فوسا. ثالث عضلة معانا اسمها تيريس مينور مصل اللي هي دي، تمام. اخر عضلة معانا اسمها تيريس ميجور مصل، تمام. اول عضلة معانا مالية اللي هي اسمها سوبر سباينوس فوسا، طبعا احنا مش هنقدر نشوفها هنا عشان دي السوبرفيشال مصلز بتاعة الباك، دي عضلة الترابيزيوس مصل بتكون مغطياها، فهي بتكون فيلستريير. لو شلنا الترابيزيوس مصل هنلاقي السوبرا سبيناتوس مصل. فعشان نشوف السوبرا سبيناتوس مصل اهي كاوريجن وانسرشن، فالسوبرا سبيناتوس مصل بتبدا او الاوريجن بتاعها عند السوبرا سباينس فوسا ملياها كده، والدايركشنز بتاعت الفايبرز بتاعتها جوز لاترالي لحد ما تمسك فيه الجريتر تروكانتر بتاع الهيومرس من هنا. وظيفه السوبرا سباينس سوبرا سبيناتوس مصل ان هي بتعمل اسيست للدلتويد ان هي تعمل ادكشن سوري ابدكشن للارم كده، تمام. ابدكشن ليه للارم. تاني عضله معانا هي اسمها انفرا سبيناتوس مصل. انفرا سبيناتوس مصل الاوريجن بتاعها في الانفرا سباينس فوسا مليها كده، والفايبرز بتاعتها بالدايركت لاترالي لحد ما تمسك في الجريتر تروكانتر والذا هيومرس اهو، لحد ما تمسك هنا في الجريتر تروكانتر والذا هيومرس هنا بالظبط كده. لما تمسك في الجريتر تروكانتر والذا هيومرس وظيفتها ان هي بتعمل لاترال روتيشن للابر ارم، اكننا بنعمل كده لاترال روتيشن للابر ارم، تمام. دي بالنسبه للانفرا سبيناتوس مصل. تالت عضله معانا هي التيرس مينور مصل. التيرس مينور مصل هي عضله صغيره بتبدا من عند الميديال بوردر اوف ذا سكابولا وتمشي كده along اللاترال بوردر بتاع السكابولا وتجوز لاترالي لحد ما توصل للجريتر برضو تروكانتر اوف ذا جريتر توبريكل اوف ذا هيومرس، برضو نفس الكلام. وظيفتها برضو بتاسيست او بتساعد او بتعمل نفس الاكشن بتاعه الانفرا سبيناتوس مصل اللي هي لاترال روتيشن اوف ذا ارم. اخر عضله معانا هي التيرس ميجور مصل، بتبدا من عند الانفيريور بوردر بتاع السكابولا والميديال بوردر بتاع السكابولا برضو، والفايبرز بتاعتها بالدايركت لاترالي لحد ما تمسك في الليسر تروكانتر اوف الليسر توبريكل اوف ذا هيومرس هنا كده، الليسر توبريكل اوف ذا هيومرس. العضله دي بتعمل الاكشن بتاعها عكس الاكشنز بتاعت مين؟ بتاعت الانفراسبينوس، بتعمل ابدكشن، بتعمل ابدكشن للارم، بتضيف الارم للبون او لجوه، وبتساعد في عمليه الميديا روتيشن اللي هو نعمل كده ميديا روتيشن كده، بنعمل برونيشن، تمام. ده بالنسبه للمسلز بتاتاتش تو ذا جولدر جيردل او مسلز اوف شولدر جيردل. تاني جروب معانا في المسلز مسلز اوف ابر ارم اللي هي منطقه البايسبس والترايسبس عموما. بالنسبه للكلاسيفيكيشن فاحنا عندنا اتنين جروبس، انتيريور جروب وبوستيريور جروب. الانتيريور جروب فيه ثلاث عضلات، في عندنا البايسبس براكي مسل، عندنا فيه البراكياليس مسل، وعندنا فيه كوراكو براكياليس مصل. ده بالنسبه للانتيريور جروب. بالنسبه للبوستيريور جروب احنا عندنا عضلتين، الترايسبس وعندنا الانكونيوس، حلو. بالنسبه لاول عضله في الانتيريور جروب فهي البايسبس براكي مصل. بايسبس براكي مصل من اسمها، هي اسمها بايسبس، فهي كده عندها اتنين هيد، فيها لونج هيد وفيها شورت هيد. دي الشورت هيد بتعمل اتاتشمنت في الاوريجن بتاعها الشورت هيد في الايه الكروكويد بروسيس اوف ذا سكابولا هنا بالظبط، دي الشورت هيد تمسك في الكروكويد بروسيس اوف ذا سكابولا. اما بالنسبه لللونج هيد اللي هي دي بتمسك في ال السوبرا جينويد سوبرا جينويد توبريكل اوف ذا سكابولا، تمام. الفايبرز بتاعتها بتجوز داون وورد لحد ما توصل للراديال تيبروستي هنا، تمام، تمسك في الراديال تيبروستي. بالنسبه للاكشن بتاع المسلز دي فهي بتعمل فليكشن للابر ارم وفليكشن للفور ارم، كاننا بنشد عضله الباي في زي ما كاننا بنلعب جيم مثلا. تاني عضله معانا هي الكوراكو براكياليس مسل اللي هي دي بتكون ميديالي شويه، العضله دي كده كوراكو براكياليس مسل. الاوريجن بتاعها من اسمها كوراكو براكياليس، هي بتبدا من الكوركويد بروسيس اوف ذا سكابولا هنا بالظبط، تمام. الانسرشن بتاعها بتنزل تحت لحد ما توصل للكريست اوف ليسر توبريكل اوف ذا هيومرس هنا بالظبط كده، كريست بتاع ليسر توبريكل اوف ذا هيومرس. بالنسبه للاكشن بتاعها فهي بتعمل ادكشن للارم كده، بتساعد في الادكشن بتاع الارم. تاني اكشن بتاعها بتعمل فليكشن للهيومرس
كده برضو بتساعد في الفليكشن بتاع مين؟ بتاعت الهيومرس اللي هو نرفعها لفوق، نرفع الهيومرس كاملة لفوق كده تمام. اخر عضلة معنا هي البراكاليس ماسل. البراكاليس ماسل هي الموست ديب ماسل في الجروب بتاع الابر ارم. البراكاليس ماسل هي بتبدأ من عند الانتيريور سيرفيس اوف هيومرس، من الانتيريور سيرفيس بتاع الهيومرس لور تو ثيرد، التلتين اللي من تحت من عظمة الهيومرس تمام. بتنزل تكمل الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعتها، بتجوز انفيريورلي لحد ما تعمل اتاتشمنت في الالنر تيبيروستي هنا كده، تنزل الفايبرز بتاعتها كده اهي هنا اهي لحد ما تمسك فين في الالنر تيبيروستي من هنا تمام. ده بالنسبه للعضله دي. اما بالنسبه للاكشن بتاعها فهي بتعمل فليكشن لل فور ارم عشان تقدر تعمل كونتراكشن ل هتعمل زي اسيست فليكشن للفور ارم، وهتعمل كونتراكشن هتعمل زي اسيست للعضله بتاعت البايسبس في ان هم يعملوا كونتراكشن للانتيرو جروب. طيب بالنسبه للبوستيرو جروب معانا عندنا في عضلتين، ترايسبس ماسل وانكونيوس ماسل. انكونيوس هي موجوده عند الكوع من هنا بالظبط. بالنسبه للترايسبس ماسل فهي طالما اسمها ترايسبس معناها ان هي مكونه من ثلاث بندلز او ثلاثه هيدز. اول هيد معانا اسمها لونج هيد اللي هي دي، وعندنا لاترال هيد اللي هي دي، وعندنا ميديال هيد اللي هي دي تمام. بالنسبه للونج هيد الاوريجن بتاعها من عند الانفراجلنويد توبريكل تمام من هنا، اما اللاترال هيد من عند اللاترال سايد اوف ذا هيومرس، والميديال هيد من الميديال سايد اوف ذا هيومرس. والدايركشن بتاع الماسلز كلها بتنزل تحت، تنزل تحت تحت لحد ما تمسك في الاوليكرينون بروسيس اوف ايه النر بون. بالنسبه للاكشن بتاع العضله دي احنا عارفين عضله التراي وظيفتها اكستند الايه للفور ارم، بتعمل اكستنشن للفور ارم، والايه اللونج هيد بتاعتها بتعمل اكستند للابر ارم. يعني الترايسبس بشكل عام بتعمل اكستند للفور ارم وبترجعه لورا اللي هو كده، لو هو ده فليكشن فتعمل اكستنشن فتتشد العضله دي، واللونج هيد نفسها بتعمل اكستند للابر ارم. ده بالنسبه للترايسبس. عضله معانا اسمها انكونيوس ماسل. انكونيوس ماسل اوريجن بتاعها من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس من هنا، بتروح تمسك في الاولكرينون بروسيس مكانها هنا بالظبط كده. عضله صغيره جدا وظيفتها بتعمل اكستند الفور ارم في الالبو جوين. ده بالنسبه للايه للبوستيرور جروب اوف فور ارم اوف ابر ارم. دلوقتي هنبدا ماسلز اوف فور ارم. ماسلز اوف فور ارم عندنا فيها اثنين جروبس، عندنا انتيريور جروب وعندنا بوستيرور جروب. الانتيريور جروب بيتقسم لسوبرفيشال وديب ماسلز، والبوستيرور جروب بيتقسم لسوبرفيشال وديب ماسلز. في اثنين هنت هقولها لكم كده حاجه لذيذه. يعني بالنسبه للماسلز بتاعت الانتيريور جروب دول كلهم اسمهم فليكسورز، فالاكشن بتاعها عباره عن فليكشن. بالنسبه للاكستنسور سوري البوستيرور جروب دول كلهم اسمهم اكستنسورز، ودول الوظيفه بتاعتهم الرئيسيه هي اكستنشن لسواء للريست او للفور ارم. حاجه ثانيه، كل ماسلز الانتيريور جروب السوبرفيشال بيبداوا من الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس كلهم ما عدا عضله واحده هنقولها. اما كل ماسل اوف بوستيرور جروب اوف ذا هيومرس بيبداوا من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. احنا كده عرفنا بشكل كبير جدا بنسبه 80% الاوريجن منين والاكشن بتاعه العضلات دي كلها ايه. هنبدا دلوقتي في السوبرفيشال ماسلز اوف ذا فور ارم. سوبرفيشال ماسل اوف انتيريور جروب اوف فور ارم عندنا اول عضله اسمها بريكورادياليس ماسل اللي هي دي، ودي الوحيده اللي من الانتيريور جروب سوبرفيشال ماسلز بتبدا من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس تمام. بعد كده عندنا اربع عضلات هنا جنب بعض. عندنا اول عضله اللي هي دي اسمها فليكسور كاربي الناريس ماسل، بعد كده عضله جنبها اهي اسمها بالماريس لونجوس، بعد كده دي اسمها فليكسور كاربي رادياليس ماسل، واخر عضله دي اسمها برونيتور تيريس ماسل. دول بالنسبه للسوبرفيشال جروب. بالنسبه للديب جروب فاحنا عندنا ثلاث ماسلزات او ثلاثه ماسلز. عندنا اول واحده اسمها فليكسور لسه في عضله كمان في السوبرفيشال جروب نسيتها معلش. عندنا اخر عضله في السوبرفيشال جروب هي اسمها دي كده ديب شويه، اسمها فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس ماسل. ده بالنسبه للسوبرفيشال جروب، دول ست عضلات. بالنسبه للديب جروب فاحنا عندنا ثلاث عضلات. اول عضله معانا اسمها فليكسور ديجيتورم بروفوندوس من تحت هنا اهي تمام دي كده. بعد كده عندنا واحده اسمها كوادراتوس برونيتور كوادراتوس ماسل تمام. واخر عضله في الديب لاير عندنا اسمها فليكسور ديجيتورم فليكسور بوليسس لونجوس تمام، بتكون من هنا كده راحه للصباع الكبير تمام. اول عضله هنتكلم عنها هي البريكورادياليس ماسل اللي هي دي العضله دي. بريكورادياليس ماسل
هي العضله الوحيده زي ما قلنا من السوبرفيشال ماسلز اللي بتبدا من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس، فده الاوريجن بتاعها من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس، بتجوز لاترالي كده لحد ما تمسك فين؟ في الستايلويد بروسيس اوف هيوميروس بون، ستايلويد بروسيس اوف راديال بون. تمام، ده بالنسبه للاوريجن والانسرشن. وظيفه العضله دي بتعمل فليكشن للفور ارم، اللي هو لما هعمل كده بتعمل فليكشن برده للريست. تمام، دي اول عضله. تاني عضله معانا ميله من السوبرفيشال اوف انتيريور جروب، دي اسمها فليكسور كاربي الناريس ماسل. فليكسور كاربي الناريس ماسل بتبدا من عند الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس، بتجوز بتمشي زي اوبليكلي كده لحد ما تنزل، بتجوز في نفس الدايركشنز يعني لاترال دايركشن، بتجوز انفيريلي لحد ما تمسك فين؟ في الستايلويد بروسيس اوف ايه؟ اوف ذا بتنزل تمسك في الستايلويد بروسيس، وبتنزل تحت في الكاربال بونز، تمسك في البي سي فورم بون تحت هنا في الكاربال بونز. وظيفه العضله دي ليها اتنين اكشن، اول اكشن بتعمل فليكشن للفور ارم وفليكشن للهاند، وفي نفس الوقت بتعمل ادكشن للهاند. لو لما انا هعمل كده، لما بعمل ايدي كده، العضله هنا بيحصل لها كونتراكشن في نفس الوقت. تمام، دي الفليكسور كاربي الناريس ماسل. تاني عضله معانا اسمها بالمارس لونجوس ماسل، بتيجي من عند الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس، ده الاوريجن بتاعها، تنزل الدايركشن بتاعها. في هنا حاجه اسمها فليكسور ريتيناكولم، شايفين ده كده اسمه فليكسور ريتيناكولم. فليكسور ريتيناكولم ده زي في شيء مكونه من كاربال تانلز، او كاربال تانلز يعني نفق مكون بيخش فيه التندونز بتاعه العضله دي. كل تندونز الماسلز بتاعه الفور ارم بتخش جوه الكاربال تانل ما عدا البالمارس لونجوس، هي الوحيده اللي بتكون سوبيريور لي او اباف لي. فده التندون بتاع ايه؟ البالمارس لونجوس، بتنزل تمسك في الايه؟ بالمر ابينيوروزس هنا. وظيفه العضله دي البالمارس لونجوس بتعمل فليكشن للهاند، وبتعمل فليكشن للفور ارم. تمام كده بالظبط، فليكشن للهاند والريست. تمام، لما هنيجي نعمل كده يحصل لها كونتراكشن من هنا. ثالث عضله معانا دي، العضله دي اسمها فليكسور كاربي رادياليس ماسل، اللي هي دي فليكسور كاربي رادياليس، الاورجن بتاعها من ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس، بالدايركت لاترالي، بتجوز داون وورد لاترالي لحد ما تمسك في بتنزل تحت جوز لاترالي لحد ما تمسك في البيز بتاعه السكند ميتا كاربال بونز، السكند ميتا كاربال بون هنا. الاكشن اوف ذيس ماسل بتعمل وظيفتها ان هي بتعمل فليكشن برده للفور ارم وفليكشن للهاند، كلهم كل العضلات دي بتساعد اللي هي اسمها عضلات الريست، فهي بتعمل فليكشن للريست. تمام، اخر عضله معانا اسمها برونيتور تيرس، اللي هي دي برونيتور تيرس، بتبدا من عند الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس، وبتروح تمسك في الابر هاف اوف ميديال سيرفيس اوف ريديوس. تمام، بتمسك في الابر هاف اوف ميديال سيرفيس اوف ايه؟ ريديوس. تمام، وظيفه العضله دي برونيشن، بتعمل برونيشن، عشان كده اسمها برونيتور تيرس. وظيفه العضله دي انها تعمل كده برونيشن لمين؟ للفور ارم. تمام، اخر عضله معانا في السوبرفيشال جروب هي دي، العضله دي اسمها ايه؟ ثواني، اهي دي بالظبط، دي اللي هي اللير اللي تحت دي اسمها فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، بتبدا من عند الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس. تمام، وبتجوز داون وورد. تمام، وبتيجي برده من اللاترال سيرفيس اوف ذا النا من هنا، من اللاترال سيرفيس بتاع النا من هنا، وبتجوز داون وورد لحد ما تنزل عند البيز اوف ميدل فالانجس. بيز اوف ميدل فالانجس ده الميدل فالانجس هنا عند البيز بتاعها، من اتنين، من صباع رقم اتنين للصباع رقم خمسة. وظيفة العضلة دي ان هي بتعمل فليكشن للريست والهاند، فليكشن للريست والهاند. تمام، ده بالنسبة للسوبرفيشال جروب اوف ماسلز اوف ذا فور ارم. تاني دلوقتي هنتكلم تاني جروب معانا، او تاني لاير معانا في الانتيريور جروب، هي الديب لاير اوف ماسلز اوف فور ارم. عندنا فيها تلات عضلات، اول عضلة معانا اسمها فليكسور ديجيتورم بروفوندوس، تاني عضله معانا اسمها فليكسور بوليسس لونجوس، اخر عضله معانا اسمها برونيتور كوادراتوس ماسل. اول عضله معانا اسمها فليكسور ديجيتورم بروفوندوس، هي العضله دي في الديب لاير كده اهي، دي فليكسور ديجيتورم بروفوندوس. بالنسبه للديب لاير احنا قلنا كل الانتيريور جروب السوبرفيشال ماسلز بيبتدوا من كوندايلز، من سواء ميديال او لاترال، اللي هما في الانتيريور جروب او البوستيريور جروب سوبرفيشال لايرز. تمام، بالنسبه للديب لاير فهم بيبداوا من العظم نفسه، سواء من الالنا او من الريديوس. تمام،
عندنا اول عضله اسمها فليكسور ديجيتورم بروفوندوس اللي هي دي. فليكسور ديجيتورم بروفوندوس بتبدا من عند الانتيريور سيرفيس اوف بتبدا من عند الابر تو ثيرد اوف النا. ادي النا اهي بتبدا من عند الابر تو ثيرد من التلتين من فوق بتوع النا. بتنزل تحت دايركت تحت كده اهي العضله اهي لحد ما تنزل عند الديستال فالانجز. دول ديستال فالانجز هنا عند البيز اوف ايه ديستال فالانجز من 2 لحد 5. الاكشن بتاع العضله دي وظيفتها انها بتعمل فليكشن للريست وفليكشن لمين؟ للديستال فالانجز من 2 ل 5 تمام؟ اللي هو فليكشن للفالانجز ديستال فالانجز زي ما قلنا. تاني عضله معانا اسمها فليكسور بوليسس لونجوس اللي هي دي كده بالظبط. دي كده تمام؟ دي ديب ماسل. فليكسور بوليسس لونجوس بتبدا من عند الانتيريور سيرفيس اوف ريديوس تمام؟ بتبدا من عند الانتيريور سيرفيس اوف ايه؟ ريديوس. وبتدايركتد فورورد بتدايركت داونورد لحد ما توصل عند الصم. فين بالظبط عند الصم؟ عند الفيرست ديستال فالانجز اوف ذا صم. هنا الديستال فالنج اهو هنا عند البيز اوف فيرست ديستال فالنج هنا بالظبط. الانسرشن بتاعها بيكون هنا. ادي التندون بتاعها هنا اهو تمام. الاكشن بتاع العضله دي بتعمل فليكشن للصنب اللي هو بتعمل كده تمام. انا بعمل كده وشايفين في اكشن اهو بيحصل في الريست هنا فبيعمل فليكشن ليه للصنب تمام. اخر عضله معانا في الانتيريور جروب ديب ماسلز عندنا عضله اسمها برونيتور كوادراتوس ماسل. عشان نجيب البرونيتور كوادراتوس بصوا احنا بنشيل ده كله اهي العضله اهي هي دي. شايفين الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعتها جوز ترانسفيرسلي. بتبدا من عند الانتيريور سيرفيس بتاعه الالنا من هنا تروح للانتيريور سيرفيس بتاع الريديوس من الناحيه الثانيه. وظيفتها بتعمل برونيشن للهاند. بتعمل اسيست في البرونيشن مع مين؟ مع البرونيتور تيرس. فالبرونيتور تيرس بتشتغل من فوق والكوادراتوس برونيتوس برونيتور كوادراتوس بتشتغل من تحت فبتعمل كده تمام. ده بالنسبه للديب ماسلز اوف فور ارم. كده خلصنا انتيريور جروب اوف ماسلز اوف فور ارم سواء سوبرفيشال او ديب لاير. طيب دلوقتي هنبدا في البوستيريور جروب اوف ماسلز اوف ذا فور ارم. عندنا زي ما قلنا فيها سوبرفيشال ماسلز وعندنا ديب ماسلز من تحت. قلنا كل السوبرفيشال ماسلز بتبدا من عند هنا في البوستيريور هتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. اما بالنسبه للديب ماسلز كلها بتبدا من العظم نفسه والجروب ده اسمه اكستنسور ماسلز تمام. عندنا في كلاسيفيكيشن للماسلز عندنا في سوبرفيشال وعندنا في ديب. متقسمين هم 10 عضلات بشكل توتال. عندنا 5 سوبرفيشال و5 ديب. عندنا في الخمسه سوبرفيشال عندنا واحده اسمها اكستنسور كاربي رادياليس لونجوس واكستنسور كاربي رادياليس بريفيس. عندنا اكستنسور كاربي النارس. عندنا اكستنسور ديجيتورم سوبرفيشاليس او اكستنسور ديجيتورم. واخر عضله في السوبرفيشال جروب عندنا اسمها اكستنسور ديجيتي مينيمي. بالنسبه للديب ماسلز عندنا سوبينيتور عندنا فيه ابداكتور بوليسس لونجوس وعندنا في اكستنسور بوليسس بريفيس وعندنا في اكستنسور بوليسس لونجوس وعندنا في اكستنسور انسيس. كل عضله من دول هنتكلم عنهم اوريجين انسرشن دلوقتي تمام. اول عضله معانا هي اسمها الاكستنسور كاربي رادياليس لونجوس هي دي كده تمام. اكستنسور كاربي رادياليس لونجوس اللي هي العضله دي كده تمام. بتبدا منين؟ بتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس تنزل تحت لحد ما تمسك في البيز بتاعه السكند ميتا كاربال بون اللي هو ده السكند بون اصلا او اللي هو الاندكس السكند ميتا كاربال بون في البيز هنا تمام. اهو بالظبط لو انا شديت دي كده شايفين في حركه هنا هو البيز بتاع السكند ميتا كاربال بون. تاني بالنسبه للاكشن بتاع دي بتعمل اكستنشن للريست كده تمام كده. تاني اكشن او تاني عضله معانا اسمها اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس اللي هي دي كده العضله دي. اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس بتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس تنزل جوز داون وورد تنزل تمسك في البيز بتاع الثيرد ميتا كاربال بون هنا كده البيز اوف ثيرد ميتا كاربال بون. نفس الاكشن بتاع الفيرست او بصوا لما بشد الثيرد هي اللي بتتحرك او ناحيه السرد هي اكتر حاجه بتتحرك تمام. الاكشن بتاع العضله دي وظيفتها بتعمل اكستنشن للريست وبتعمل برضو في نفس الوقت ابدكشن للريست
بتعمل ابدكشن ليه اللي هو بتخليه يروح لبره كده. تمام؟ بتعمل ابدكشن ليرست. بعد كده ثالث عضله معانا اسمها اكستنسور ديجيتورم اللي مشيها لكم بالترتيب دي. اسمها كده اكستنسور ديجيتورم. بتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. تنزل الدايركشن بتاعها تعدي تحت الفليكسور ريتيناكولم. اندر تنزل تحت اندر فليكسور ريتيناكولم. تروح لحد ال البيز اوف ديستال فالانجز من 2 ل 5 اللي هو زي بالظبط الفليكسور ديجيتورم بروفوندوس اللي هنا من 2 ل 5 والسباب رقم 2 3 و4 و5 عند البيز اوف ديستال فالانجز. وظيفتها ان هي بتعمل اكستند للريست واكستند للديستال فالانجز من رقم 2 ل 5. رابع عضله معانا او فورد ماسل اسمها اكستنسور ديجيتي مينيمي ماسل. اكستنسور ديجيتي مينيمي ماسل بتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس برده نفس الكلام. التندون بتاعها او الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعها بيجوز ميديالي لحد ما يروح عند السباع الصغير او الليتل فينجر. بيروح لحد الهيد اوف فيفث ميتا كاربال بون لحد الهيد بتاع الفيفث ميتا كاربال بون هنا بالظبط. فانا بصوا هشد العضله بصوا شايفين الفليكشن جاي ازاي او الاكستنشن جاي ازاي بتاع العضله. وظيفه العضله دي بتعمل اكستنشن للليتل فينجر اللي هو تخليه لبره كده. شده لبره شده لورا تعمل اكستنشن لايه؟ للليتل فينجر كده. اخر عضله معانا في السوبرفيشال جروب اللي هي دي اسمها اكستنسور كاربي الناريس ماسل دي. تمام؟ اكستنسور كاربي الناريس ماسل برده بتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس وبالدايركت برده داونورد وميديالي لحد ما تنزل. هتنزل داونورد برده تحت الفليكسور ريتيناكولم وتمسك في الايه؟ الفيفث ميتا كاربال بون في البيز اوف فيفث ميتا كاربال بون هنا عند البيز بتاع الفيفث ميتا كاربال بون. وظيفتها ان هو بتعمل برده اكستنشن للريست. ودول كده السوبرفيشال جروب اوف ديب ماسلز اوف ذا فور ارم. طيب عندنا في البوستيريو جروب عندنا الديب ماسلز عندنا فيهم خمسه ماسلز. اول ماسل معانا دي بصوا ده كده البوستيريو جروب الديب ماسلز. اول عضله معانا اللي هي دي كده التندون ده. العضله دي اسمها اكستنسور سوري ابدكتور بوليسس لونجوس. تمام؟ تاني عضله معانا دي كده اسمها اكستنسور بوليسس بريفيس. بعد كده عندنا دي المقطوعه دي اسمها اكستنسور بوليسس لونجوس. بعد كده عندنا في الديب لاير كده من جوه احنا مشايلين الفليكسور ديجيتورم دي كده اهي شايفين بتشد ايه؟ بتشد الصباع اللي هو ايه؟ الصباع الثاني دي اسمها اكستنسور اندسس كده. دول اربع عضلات. اخر عضله معانا اسمها السوبينيتور ماسل. دي بتكون تحت الفليكسور سوري اكستنسور ديجيتورم والفليكسور كاربي الناريس ماسل ديبلي ليها وبتيجي الدايركشن بتاعها كده لحد ما توصل لل بوستيريور بوردر بتاع مين؟ بتاع الراديوس بون. اول عضله معانا الاكستنسور ماسلز هي الابدكتور بوليسس لونجوس ماسل. هي دي بتبدا من عند البوستيريور سيرفيس اوف النا اند ريديوس مع بعض. انا زي ما قلت لكم الديب ماسلز بتبدا من عند البوستيريور سيرفيس بتاعه العظمتين سوري الديب ماسل بتبدا من عند الاوريجن بتاعها من العظمتين ذات نفسهم سواء النا او ريديوس. فاول واحده معانا اسمها ابدكتور بوليسس لونجوس بتبدا من عند البوستيريور سيرفيس اوف النا اند ريديوس. بتكمل كده الدايركت بتاعها داونورد زي ما انتم شايفين هي دي العضله. تنزل تحت لحد ما تمسك في البيز اوف فيرست ميتا كاربال بون لحد ما تمسك هنا في البيز اوف فيرست ميتا كاربال بون. تمام؟ وظيفه الاكشن بتاعتها هي اسمها ابدكتور فهتعمل ابدكشن للثم هتعمل كده. تمام؟ هي عضله من دول. تمام؟ ابدكشن ليه؟ للثم. تاني عضله معانا اسمها اكستنسور بوليسس بريفيس ماسل. اكستنسور بوليسس بريفيس ماسل هتبدا من عند هي دي العضله دي كده اكستنسور بوليسس بريفيس ماسل بتبدا من عند البوستيريور سيرفيس اوف ريديوس من هنا اهي. تنزل التندون بتاعها لحد ما يوصل عند البيز اوف بروكسيمال فالانكس او فيرست فالانكس يعني بيز اوف بروكسيمال. تنزل لحد هنا بتمسك في البيز اوف بروكسيمال بارت اوف فيرست فالانكس. تمام؟ دي بالنسبه لايه؟ للاكستنسور بوليسس بريفيس. وظيفتها برضو بتعمل اكستنشن للثم. تاني عضله معانا تالت عضله معانا او تالت مصل معانا هي دي
اسمها extensor pollicis longus muscle. دي بتبدأ من عند الميديال one third of ميديال one third of ulna من الميدل سيرفيس. تمام, من الميديال سيرفيس اوف ألنا, من عند الميديال وان ثيرد, الميدل وان ثيرد من هنا, من نص, من نص يعني. لو قسمنا الألنا ثلاثة بارت, أبر بارت, ميدل بارت, لور بارت, هي بتبدأ من الميديال سيرفيس اوف ميدل ثيرد. تمام, بتنزل الدايركشن بتاعها داون وورد ولاترالي زي ما انتم شايفين كده, بتنتهي عند البيز اوف ديستال فالانج فالانكس اوف ايه ثوم. تمام, بيز اوف ديستال فالانكس اوف ايه ثوم, وظيفتها ان هي بتعمل اكستنشن لمين؟ للثم. التلات عضلات دول اللي هم الابدكتور بوليسس لونجوس والاكستنسور بوليسس بريفيس والاكستنسور بوليسس لونجوس ماسل بيكونون استراكشر اسمه اناتوميكال سناف بوكس, اللي هو ده, اللي هو ده كده الاناتوميكال سناف بوكس ده. تمام, بيتكون من التلات عضلات دول, وظيفته اللي هو بيساعد مثلا ان هم الناس اللي بتشم او حاجه زي كده لما بيحطوا الكوكايين او سواء اي حاجه هم بيحطوها فبيحطوها هنا, فهو اسمه اناتوميكال سناف بوكس. تمام, رابع عضله معانا اسمها دي اكستنسور اندسز ماسل. شايفين انا بشدها بتشد الصباع الثاني. اكستنسور اندسز ماسل بتبدا من عند الديستال 1 ثيرد اوف ميديال سيرفيس اوف النا, بتبدا من هنا كده, من ديستال 1 ثيرد اوف ميديال سيرفيس اوف النا, بتجوز فور انفيريرلي ولاترالي لحد ما تنزل عند السكند فينجر او الاندكس, بتمسك في الاندكس او السكند فينجر, وظيفتها ان هي بتعمل اكستنشن لايه؟ للاندكس فينجر اهي زي ما انتم شايفين اهي, انا بعمل اكستنشن اهو العضله اهي, هي دي كده. تمام, اخر عضله معانا في البوستيريور جروب في ديب ماسل اسمها سوبينيتور ماسل. سوبينيتور ماسل بتيجي من عند اللاترال ليبيكوندايل اوف ذا هيومرس واللاترال سيرفيس بتاع الالنا مع بعض من هنا كده, بالدايركت. طيب اخر عضله معانا في السير جروب ديب ماسلز اسمها سوبينيتور ماسل. سوبينيتور ماسل هي ديبلي لكل السوبرفيشال جروب من الايه, من الاوريجن بتاع السوبرفيشال جروب. سوبينيتور ماسل بتبدا من عند اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس ومن عند اللاترال او الراديال كولاترال ليجامنت كده, بالدايركشن بتاعها بتجوز كده ميديالي لحد ما تمسك في اللاترال سيرفيس اوف بروكسيمال 1 ثيرد اوف راديوس. وظيفه العضله دي فهي بتعمل سوبينيشن, اللي هو كاننا بنعمل للفور ارم كده. تمام, سوبينيشن. وبكده خلصنا البوستيريور جروب اوف ماسلز اوف ذا فور ارم, سواء سوبرفيشال ماسلز او ديب ماسلز. دلوقتي هنبدا ماسلز الهاند. ماسلز اوف ذا هاند عندنا متقسمه 3 جروبس. عندنا في اسمه جروب, اول جروب اسمه لاترال جروب, عندنا في جروب اسمه ميدل جروب في النص كده, وعندنا اخر جروب اسمه ميديال جروب. اول جروب اللي هو اللاترال جروب اسمه ثينر ماسلز, والميديال جروب اسمه هايبو ثينر ماسلز, يعني ده اسم تاني ليه. تمام, بالنسبه للماسلز اللي موجوده في كل جروب, في اللاترال جروب عندنا في 4 ماسلز. اول عضله اسمها اوبننس بوليسس ماسل, بعد كده عندنا في عضله اسمها ابدكتور بوليسس بريفيس, وعندنا في فليكسور بوليسس بريفيس, واخر عضله معانا اسمها ادكتور بوليسس ماسل. ده بالنسبه لعضلات الثينر ماسلز. عندنا بعد كده الميدل جروب اللي هو الجزء اللي في النص هنا ده. الميدل جروب بيتقسم لثلاث عضلات, اول عضله اسمها لامبريكاليس ماسل, وتاني عضله اسمها بالمر انتريسوس ماسل, وفي من ورا اسمها دورسال انتريسوس ماسل من البوستيريور سايد. تمام, اخر جروب معانا هو الميديال جروب. اول عضله معانا اسمها بالماريس بريفيس ماسل, وعندنا ابدكتور ديجيتي مينيمي ماسل, فليكسور ديجيتي مينيمي ماسل, واوبننس مينيمي ماسل. اول جروب معانا اللاترال جروب اسمهم الهايبوثينر, اسمهم الثينر ماسلز. اول عضله معانا في اللاترال جروب اسمها اوبننس بوليسس ماسل, اللي هي هتكون دي اوبننس بوليسس ماسل, دي كده اوبننس بوليسس ماسل. بتبدا من عند الفليكسور ريتيناكولم, الاورجن بتاع الفليكسور ريتيناكولم, هو ده الفليكسور ريتيناكولم البارت ده كده, الاورجن بتاع الفليكسور ريتيناكولم. الانسرشن بتاعها في الهيد اوف فيرست ميتاكاربال بون, دي الفيرست ميتاكاربال بون, بتمسك في الهيد اوف فيرست ميتاكاربال بون. بالنسبه للاكشن بتاعها, وظيفتها ان هي بتعمل اوبوز الثامب للليتل فينجر, ان هي بتعمل كده. تمام, تودي الثامب للليتل فينجر. تمام, ده بالنسبه لاول عضله. ثاني عضله معانا اسمها فليكسور, سوري
تاني عضلة معانا اسمها abductor pollicis brevis muscle. abductor pollicis brevis muscle هي دي، تمام. بتبدأ من عند الفليكسور ريتيناكولم، برضو الاورجن بتاعها من الفليكسور ريتيناكولم. الانسرشن بتاعها بتروح للبيس اوف بروكسيمال فالانكس اوف ذا ثامب، بيس اوف بروكسيمال فالانكس اوف ذا ايه ثامب، تروح للبيس اوف بروكسيمال فالانكس هنا بالظبط كده. ده بالنسبه للانسرشن بتاعها. وظيفه العضله دي هي اسمها ابداكتور، فهي بتعمل ابداكشن للثامب. ابداكشن للثامب يعني بتعمل كده، تمام كده، حلو، هتفردها كده العضله ايه، تمام. تالت عضله معانا اسمها فليكسور بوليسس بريفيس ماسل، اللي هي دي فليكسور بوليسس بريفيس ماسل. فليكسور بوليسس بريفيس ماسل بتبدا الاورجن بتاعها من عند الفليكسور ريتيناكولم ومن عظمه من الكاربال بونز اسمها تريبيزيوم بون، تمام. الانسرشن بتاعها بتجوز كده لاترالي، الفايبرز بتاعتها دايركتد لاترالي، وبتعمل انسرشن في البيس اوف بروكسيمال فالانكس اوف ذا ثامب برضو. بس الاكشن بتاع العضله دي بتعمل فليكشن للثامب، تمام، بتعمل فليكشن لمين؟ للثامب، زي ما كنا بنعمل في الفليكسور بوليسز لونجوس في الماسلز بتاعت مين؟ بتاعت الفور ار. اخر عضله معانا من عضلات الثينر ماسلز اسمها الدكتور بوليسز ماسل. الدكتور بوليسز ماسل هي اخر عضله دي اللي جوه دي كده، تمام. الدكتور بوليسز ماسل بتبدا الاورجن بتاعها من عند اللاترال سايد اوف ثيرد ميتاكاربال بون، يعني ده الفيرست ده السكند ده الثيرد، من اللاترال سايد بتاع الثيرد ميتاكاربال بون ده الاوريجن بتاعها، بتروح الانسرشن عند البيس اوف بروكسيمال فالانكس اوف ذا ثامب هنا برضو، تمام. الاكشن بتاعها بتعمل ادكشن للثامب، فانا لما اعمل كده ادكشن بقى اللي هو كده، شايفين هضيف الثامب ليه ليه اللي هو بعمل كده، تمام. دي ال اخر عضله في اللاترال جروب اسمها الدكتور بوليسز ماسل. بعد ما اخلص الانسرشن بتاع البالمر انتريسيوس هتعمل بوز، انا بسجل. تاني جروب معانا من ماسلز اوف ذا هاند ميدل جروب. ميدل جروب مكون من ثلاث عضلات، عضله اسمها لامبريكاليس ماسل، وفي بالمر انتريسيوس ماسل ودورسال انتريسيوس ماسل من البوستيريور سايد او من الدورسال سايد. بالنسبه لاول عضله اسمها بالمر سوري لامبريكاليس ماسل. لامبريكاليس الاوريجن بتاعها شايفين دول، ده التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفوندوس ماسل، ده ارتري، فده التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفوندوس. هما الاوريجن بتاعهم من التندون وفليكسور ديجيتورم بروفوندوس ماسل، تمام. بيروحوا فين؟ بيطلعوا كده الماسلز بتجوز ابورد، بتروح للهيد اوف بروكسيمال فالانجس من كام؟ من 2 ل 5، من 2 ل 5 بتروح عند الهيد اوف بروكسيمال فالانج. فين البروكسيمال فالانج؟ هو ده البروكسيمال فالانج اهو كده، هتروح توصل لحد الهيد ده، تمام. وظيفه الاكشن بتاع العضله دي ان هي بتعمل، شايفين، اكستنشن للايه، بروكسيمال فالانج. ده كده البروكسيمال فالانج اهو، بعمل له سوري فليكشن للبروكسيمال فالانج من كام لكام؟ من 2 ل 5. ايه العضله اللي بيحصل لها كونتراكشن كده؟ هنا دي لامبريكاليس ماسل، تمام. تاني ماسل معانا اسمها بالمر انتريسيوس ماسل. بالمر انتريسيوس ماسل الاوريجن بتاعها من عند الميتاكاربال بونز رقم 2 بتاعت الاندكس وبتاعت الرينج فينجر وبتاعت الليتل فينجر، تمام. ما بيحصلهاش اوريجن من عند الميدل فينجر خالص، بتروح عند البيز اوف بروكسيمال فالانجز من نفس الصوابع دي، تمام. وظيفه الاكشن بتاعتها، وظيفتها ان هي بتعمل ادكشن للفينجر رقم 2 والفينجر رقم 4 والفينجر رقم 5 للثيرد فينجر، فهي بتعمل كده ان هم يدخلوا العضلات دي كلها، البونز دي كلهم، الفالنجز دي كلها على ايه؟ على الثيرد فينجر، كانه بيعمل ادكشن للفينجرز دول. تاني حاجه بتعمل فليكشن للميدل والديستال فالنجز، هي بتعمل كده، ميدل وديستال فالنجز هنا، ميدل وديستال فالنجز هنا، وميدل وديستال فالنجز فين؟ في الليتل فينجر، تمام. اخر عضله معانا في الميدل جروب اسمها دورسال انتريسيوس ماسل. دورسال انتريسيوس ماسل هي اللي بتكون موجوده الاورجن بتاعها ارايز من اتش فيس اوف ادجيسنت ميتاكاربال بونز، يعني كل 2 ميتاكاربال بون في انترفال ما بينهم، تمام. هي بتكون موجوده في الانترفالز دي بين كل فيس وفيس، هنا 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 وهنا، هي دي برضو، تمام. وظيفتها البون دي سوري ده الاورجن بتاعها، الانسرشن بتاعها بتروح للبيز اوف بروكسيمال فالنجز اوف ايه؟ من 2 ل 4،
هنا وهنا من 2 لحد رقم 4 من هنا لهنا تمام. بيس اوف بروكسيمال فالنج، ادي البروكسيمال فالنج اهو ده كده بتروح عند البيس بتاعه هنا كده تمام من 2 ل 4. وظيفه العضله دي بتعمل ابدكشن للفينجر رقم 2 والفينجر رقم 4 والفينجر رقم 5 من الثيرد فينجر عكس البالمر انترريسيوس، فهي بتعمل كده العضلات دي بتعمل كده اللي هو بتبعد ده وده وده عن الميدل فينجر تمام. وظيفتها برضو بتعمل اكستنشن لمين؟ للميدل والديستال فالانجز بتوع مين؟ بتوع 2 و4 و5 كده، اللي هي وظيفتها بتعمل كده كده وكده تمام. ده بالنسبه للبيرسونال انترريسيوس جروب والعضلات بتوع الميدل جروب. اخر جروب معانا ماسلز اوف ذا هاند اسمه ميديال جروب او الهايبو ثينر جروب، مكون من اربع عضلات. عندنا في عضله اسمها بالماريس بريفيس دي بتكون متصله بالسكن، عندنا عضله اسمها اوبننس ديجيتي اوبننس ديجيتي مينيمي ماسل بتكون موست ميديالي كده، عندنا بعد كده عضله اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي ماسل، واخر عضله اسمها ابدكتور ديجيتي مينيمي ماسل. اول عضله اللي هي اسمها بالماريس بريفيس الاوريجن بتاعها بيبدا من الفليكسور ريتيناكولم من هنا، وبتعمل انسرشن في السكن اوف ذا هاند هنا في السكن ذات نفسه تمام. وظيفه العضله دي بتعمل الرينكلينج بتاع السكن في الانر سايد، اللي هو لما اعمل اتني صوابعي كده او اتني ايديا كده في الرينكلز اللي هم التجاعيد بتاعه السكن اللي هي دي من الانر سايد، فهي دي اسمها بالماريس بريفيس ماسل تمام. بعد كده العضله اللي بعدها اسمها ابدكتور ديجيتي مينيمي ماسل. ابدكتور ديجيتي مينيمي ماسل هي بتكون دي اللي هي موست لاترالي خالص، دي بتكون هنا ابدكتور ديجيتي مينيمي ماسل دي كده تمام. ابدكتور ديجيتي مينيمي ماسل بتبدا من عند طيب احنا دلوقتي خلصنا ماسلز ماسلز اوف ابر ليم من اول الشولدر وابر ارم وفور ارم وهاند خلصناهم. دلوقتي هنشتغل على التوبوجرافي اوف ابر ليم تمام. في التوبوجرافي اوف ابر ليم اول حاجه معانا حاجه اسمها اكزيلري فوسه. الاكزيلري فوسه هي منطقه الارم بيت او منطقه البوت. الباوندري بتاعها ليها انتيرير باوندري وستيرير باوندري ميديال باوندري ولاترال باوندري عباره عن السكن. فلما نيجي نقول انتيرير باوندري فهنقول السكن فولد كفرنج بيكتوراليس ميجور ماسل اللي هي العضله دي السكن فولد كفرنج ليها. ميديال باوندري سكن فولد كفرنج ستراتوس انتيرير ماسل اللي هم دول اللي هم البوكسر ماسلز. بوستيرلي السكن فولد كفرنج لاتيسموس دورسي اللي هي عضله اللاتس دي. ولاترالي سكن فولد كفرنج الابر ارم من الميديال سايد تمام. ده بالنسبه للاكزيلري فوس تمام. تاني حاجه معانا في التوبوجرافي حاجه اسمها اكزيلري كافيتي. اكزيلري كافيتي هو الكافيتي اللي تحت الفوسه. في الاكزيلري كافيتي عندنا فتحتين، في فتحه من فوق اسمها سوبيريور ابريتشر كده هي دي، وفتحه من تحت اسمها انفيريور ابريتشر. بالنسبه للسوبيريور ابريتشر الباوندري بتاعها انتيريور ليها الكلافيكل، ميديالي ليها الفيرست ريب بيكون هنا، وبوستيريور ليها بيكون السوبيريور بوردر اوف ذا سكابولا تمام. ده بالنسبه للباوندري بتاع السوبيريور ابريتشر. بالنسبه للباوندري بتاعه الانفيريور ابريتشر هي نفس الباوندري بتاعه الاكزيلري فوسا، فليها وولز ليها الاكزيلري كافيتي ليه وول بقى ليه اربعه وول. الاربعه وول دول ماسلز تحديدا ذات نفسهم. فانتيريور ماسل او انتيريور وول عباره عن بكتوراليس ميجور وبكتوراليس مينور ماسل. البوستيريور وول عباره عن لاتيسموس دورسي ماسل اللي هي دي. الميديال وول عباره عن ستراتوس انتيريور ماسل اللي هم هنا، واللاترال وول عباره عن البايسبس براكي ماسل والكوراكو براكياليس ماسل دول. بالنسبه للكونتنت بتاع الاكزيلري كافيتي احنا لما بنتكلم كتوبوجرافي بنتكلم كول كان بنتكلم كتوبوجرافي بنتكلم اللي هو حاجات وظيفتها او ستراكشرز وظيفتها ان هي بتعدي الارتريز من مكان لمكان او الفين من مكان لمكان هكذا، بتعمل اسيست ان هي تعمل فليكسبيليتي ان الارتري بتروح من مكان لمكان سواء انتيريور بوستيريور او سوبيريور او انفيريور. فالكونتنت بتاع الاكزيلري كافيتي عندنا حاجتين سوري ثلاث حاجات. عندنا الاكزيلري ارتري بيمشي هنا او بيعدي من هنا، عندنا الاكزيلري فين بيعدي من هنا، وعندنا البراخيال بلكسوس اللي هو دي نيرفات برضو بتكون موجوده في الاكزيلري كافيتي تمام. طيب تاني حاجه او الحاجه اللي بعد كده عندنا في التوبوجرافي
of upper limb عندنا اتنين spaces، واحدة اسمها triangular space واحدة اسمها quadrangular space. أنا دايما بعملها كده، تمام؟ triangular هو المثلث والquadrangular هو المربع، تمام؟ هذا هو triangular space وهذا هو الquadrangular space، تمام؟ كل واحد ليهم origin وسوري ليه boundaries. التريانجولار سبيس السوبر باوندري بتاعه هو احنا عارفين ان دي السكابولا، في هنا عضله اسمها السب سكابولار ماسل. الانفيريور بوردر اوف سب سكابولار ماسل هو السوبريور بوردر اوف تريانجولار سبيس. انفيريورلي بيكون التيرس ميجور ماسل، ولاترالي بيكون اللونج هيد اوف ترايسبس ماسل. الكونتنت بتاع التريانجولار سبيس بيعدي فيها سيركمفليكس سكابولار ارتري اللي جاي من ال circumflex scapular artery و circumflex scapular vein اللي هما اللي هو جاي من ال subscapular artery من axillary artery. طبعا ده هناخده قدام شوية في cardiovascular. تاني space معانا اسمه quadrangular space اللي هو ده. ال quadrangular space هو نفس ال origin او نفس ال boundary بتاعته ك superior هيكون inferior boundary او inferior border of subscapular muscle. inferiorly هيكون ال teres major muscle اللي هي دي، هتكمل هي teres major برضو دي كده اسمها تيرس ميجور ماسل. ميديالي هتكون اللاترال بتاع التريانجولر، فميديالي هيكون ايه؟ لونج هيد اوف ترايسبس ماسل. اما لاترالي هتكون البون ذات نفسها اللي هي الهيومرس بون. الكونتنت بتاع الكوادرانجولار سبيس بيكون الكونتنت بتاعه نيرف وارتري. بالنسبه للنيرف فهو فيه الاكزيلري نيرف، وده الاكسس الوحيد عشان نوصل للاكزيلري نيرف نقدر نوصل له من هنا. والارتري اسمه posterior circumflexed humeral artery، ده برانش من الاكزيلري artery بيلف من قدام ويرجع لورا كده عشان يعمل blood supply للمنطقة البوستيريور للهيومرس والدلتويد ريجون. ده عندنا منطقة اسمها زي ما بعد كده عندنا حاجة اسمها هيومرو ماسكولار كانال. هيومرو ماسكولار كانال هي دي